خليل سويسي مدرب حراس نادي اولمبيك مراكش، اليوم مباراه اللي تبعها ما عمرها غادي تنسى، مباراه تاريخيه هنا في ملعب المحاميه بين الاولمبيك والميلوجيه. مسبر اكيد انت مدرب الحراس، فالجميع كل ما تابع المباراه شاف الخطا ديال الحارس، ولكن كيفاش بالاشواط حاولتي ترفع المعنويات ديالو؟ انا تنعرفوا بحال هذه الامور سيرتو في التجربي تتبغي شويه بنادم يخدم على المونتال اكثر من داخل الميدان. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوه سي صابر. فيما يخص حراس المرمى، اشتغلت بزاف هذه السيمانه كلها تقريبا على الاعداد النفسي اكثر منه الاعداد البدني، يعني الجانب النفسي كان طاغي، يعني مقابله ديال الاشقاء خوت اللي حسيت انا بالغارديان خصني نوصلوا ليه، هو ان مقابله كجميع المقابلات، يعني حتى الهدف اللي تسجل يعني كان التموضع ديالو جيد، ربما اللي كان خصو يخدم عليه انه يخرج الكره، ولكن هذا ما تهمنا عشان ندوز مقابله جيده سواء في الكرات الهوائيه، يعني اللي بالايريان كان فيهم مزيان، وكان في التدخلات ديالو ان كونتر ان راه كان فور، يعني راه ثلاثه الانفرادات استطاع باش يحيدهم، يعني كان في المستوى، يعني راه تضع هذيك الدرجه ديال 9 من 10. هذا كله تيخليك بانك توفرت لك واحد القاعده علاش تخدم. لقينا حارس اللي ديجا بريباري مزيان مع الاخوه اللي سبقونا هنايا مشكورين. ما حنا اللي مازال غادي نزيدو نشتغلوا عليه ان شاء الله هو الجانب النفسي اكثر من الجانب البدني، يعني فاش وصل واحد المرحله راه غادي نعاود نشتغلوا على الجانب البدني حتى هو ايضا. انا ما يمكن لي الا نهنئ لا اسماعيل جدي وعلى المقابله، يعني مقابله كبيره، يعني راه دير بها هذا، راه ماشي مقابله عاديه. كنهنئ ايضا يوسف سانتانا، يعني بازي حتى هو اللي دوز مقابله جيده، وفي الاول وفي الاخير كنهنئوا على الاخوان ديالنا ديال المولوديه على الروح الرياضيه اللي تحلوا بها بجوج، سواء اللاعبين المجربين او اللاعبين اللي هما جداد. ومن هذا المنبر هذا كنوجه لكم واحد الشكر وشكر جزيل على هذا المتابعه وعلى هذا الشيء اللي قمتوا به طيله الاسبوع في حق هذ الفريقين بجوج. شكرا جزيلا سي صابر.